بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، يعني صيحة ملا مش صيحة متاع مرا بيخطر ولا صغير بيخطر، ولا جماعة يحبوا يعلموا على موت عزيز لهم. هذا نوع آخر. إيه إذا كان أنتم توا في تقتاقوا، مازال تنتظروا فلاقوا، قولوا العامة، ولا رد بالكم المسألة ماهيش بسيطة باش تسخروا من يوم القيامة. راهو يوم الأهوال ويوم خيبات الأنذال، ولهذا نقول للناس اللي يحبوا روحهم الخير والعواقب الطيبة، انظروا للقرآن واسمعوا منه قول الرحمن: كيف ينبئكم بخطر لابد أن يكون من وقعه ثقيل عليكم وعلى أمثالكم. نسأل الله السلامة ونشهده أننا بلغنا على أثر محمد عليه الصلاة والسلام النبي الأعظم وخاتم الرسل الكرام عليهم السلام.